السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة من شارع أجياد السد. وبعد انتهاء صلاة العشاء نشوف صورة جميلة لأجواء الحرم، ضيوف الرحمن وهم خارجين من الحرم باتجاه الفنادق المخصصة لهم. راح ناخذ جولة مسائية بإذن الله راح تكون مميزة، وأتمنى أنكم تستمتعون معنا في هذه الجولة. نشوف أجواء الحرم وأجواء مكة بعد انتهاء صلاة العشاء وخروج ضيوف الرحمن، وهذه الأجواء الجميلة شوفوا الله تبارك الله زحمتهم. طبعا لا تقريبا ساعة أو ساعة ونصف بعد انتهاء صلاة العشاء ولازلنا نشوف هذه الزحمة في شارع أجياد السد ومن أمام الحرم. مكان جميل تستمتع فيه. الآن وصلت إلى محبس الجن، شوفوا فتحوا مسار المشاة، هذا مسار المشاة الجديد اللي فتحوه، وما شاء الله شوفوا كثافة المعتمرين وضيوف الرحمن أمام الفنادق في محبس الجن، فندق صفوة البيت، وشوفوا الأبراج اللي قدام هناك، ما أدري إيش اسمها، وكونكورد، فندق مكة، ما شاء الله في كثافة عالية وكثافة ملحوظة في الفنادق والأبراج في محبس الجن. ما شاء الله هذه للخارجين من منطقة الحرم من أجياد السد ومتجهين على العزيزية وعلى محبس الجن وعلى حي العوالي وعلى المشاعر المقدسة. ما شاء الله مكان جميل وصورة جميلة لضيوف الرحمن ومحبس الجن، وهو يتزين ويحتضن ضيوف الرحمن والكثافة العالية الموجودة في هذا الحي أو في هذه المنطقة. ما شاء الله شوفوا خروج ضيوف الرحمن، شوفوا وصولهم. طبعا في المنطقة اللي هناك، في المنطقة اللي هناك وصول الحافلات من الحرم، شوفوا في حافلة وصلت الآن، في حافلة وصلت الآن من الحرم. طبعا في حافلات مجانية في هذا المكان تنقلك إلى الحرم عبر هذه الأنفاق، في نفقين مخصصة للحافلات اللي تنقلك إلى الحرم، ساحات الحرم الشرقية مجانا للساكنين في حي محبس الجن. وشوفوا نشوف أغلبهم يقطع من هذه من مسار السيارات، وما شاء الله في مسار مخصص للمشاة، هذا مسار مخصص للمشاة. لكن مكان جميل ما شاء الله، زي ما شفنا الأجواء في محبس الجن، ما شاء الله كثافة ضيوف الرحمن الخارجين من الحرم أو اللي جايين من الحرم في هذه المنطقة، مسار الحافلات اللي تنقلك إلى الحرم نقل مجاني. وشوف هذه المحلات فيها مطاعم، فيها أسواق تجارية، صيدليات، مكان جميل. وخلاص الآن بعد ما أخذنا جولة سريعة في محبس الجن راح ننتقل لأماكن ثانية، نغطي لكم أماكن ثانية، بس حبينا نوريكم الزحمة والأجواء في محبس الجن. شوفوا سعادتهم بعد ما انتهوا من نسك العمرة وهم خارجين من المسجد الحرام، والمفروض ما يقطعون زي ما قلنا من الشارع. خلاص في مسار مخصص للمشاة وفي مسار أرضي، في مسار من تحت الأرض، من تحت الشارع، مسار سهل وآمن أحسن من هذه المسارات. شوفوا شيبان وكبار سن يقطعون الشارع من أمام زحمة السيارات.
ومعنا في مسارات آمنة وسهلة. ما شاء الله من حي النسيم نجي نشم هوا هنا، وراح نروح ناخذ لنا قهوة وذرة من أحد الكشكات الموجودة في الجهة المقابلة، لكن بجي قبلها أخذ خضار من هذا المحل، يجيب خضار جميلة من القصيم ما شاء الله طازجة وما عليها مبيدات ولا كيماويات، لكن بعدها راح ننتقل إلى الجهة المقابلة. خلوكم معنا. طيب ما شاء الله شوفوا زي هذه الأنواع، ما أدري إيش هي، أنواع جديدة أول مرة أشوفها. الفاكهة لذيذة جميلة هذه الفاكهة ما شاء الله. طماطم 18 ريال. بغيت أقول لكم هذا يوسف أفندي لأنه يشبه اليوسفي حق التبوك، لكن طلع ليمون. هنا ما شاء الله خضار مقطعة حق الكشتات وحق الطلعات وحق الطبخ السريع، جرجير خلاص يجي مغسل جاهز، الفجل شوف ما شاء الله خلاص منظف جاهز خلاص للأكل. طبعا هذا فلفل أحمر يسمونه حبحر، وهذه أنواع الخضار المقطعة شوفوا زي هذا الرمان، هذا ما أدري والله مانجا، هذا اليوسفي، وهذا الحبحب. خير جيت وعبيت هذه العربة، بالعافية علينا وعليكم. يبي اللي يدور على لبن الخلفات هذا موجود عندهم، حليب ابل بالماعز موجود عندهم ب14 ريال، ما شاء الله حبة كبيرة ما أدري كم لتر. وجينا معكم على جامع الراجحي. جامع الراجحي من الأماكن الجميلة أو المتنفسات الجميلة بعد أو في مكة المكرمة، سواء للساكنين في هذه الفنادق والأبراج المحيطة بجامع الراجحي. شوف عندنا ميلينيوم وكوبثرون وفور بوينتس، ما شاء الله كلها فنادق مطلة على هذه الساحات الجميلة، على ساحات جامع الراجحي والأسواق والمحلات التجارية. ويعتبر جامع الراجحي أحد المعالم الجميلة في مكة المكرمة، وتقريبا هو أكبر جامع في مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، ويضم ما شاء الله صفوف تقريبا أدوار، تقريبا 3 أدوار علوية وتقريبا دور أو دورين سفلية. ميلان هذا طريق الطائف، أغلبهم يجي يستمتع في هذا المكان ويجلس ويستمتع بهذه الأجواء الجميلة. طبعا أجواء الطائف أجواء باردة، فأغلبهم يجي هذا المكان ويستمتع بأجواء مكة، أجواء مكة الدافية الجميلة المميزة من أمام جامع الراجحي. وفي حديقة قدام، في حديقة بعد الكوبري، حديقة كبيرة اسمها حديقة الحسينية، ما شاء الله متنفس كبير لأهل مكة. ما شاء الله هذه بداية الفنادق من الخلف، ميلينيوم، كبثرون، فور بيونتس، وما شاء الله هذه كلها الفنادق. تقريبا عندنا 4 فنادق في هذه الواجهة، وباقي شوفوا الأبراج اللي تبنى باقي تحت التجهيز، وهذه مسطحات خضراء تخدم الساكنين في هذه الأبراج وزوار هذا الجامع ما شاء الله. وتقريبا بعض الشركات تجي تسوي حفلة عشاء لضيوف الرحمن، أو لشاي من عند جمرة وغضا أو جمرة غضا ما أدري إيش هي، بس ما شاء الله ما شاء الله طيب ما شاء الله. شوفوا كل هذه كشكات اللي يبيع شاي واللي يبيع كلها شاي على الجمر، زنجبيل، ذرة، كل اللي تحتاجه موجود في هذه الكشكات. وإطلالة جميلة على شارع النسيم أو ممشى النسيم وجامع الراجحي. كان الجميل في أحضان جبل ثور من الخلف. وجينا عند محل الذرة ونشتري لنا ذرة على هذه الأجواء الجميلة ما شاء الله ما شاء الله طيبة. نولعها على هذا الجمر ما شاء الله، واخذنا شاي جمر شوفوا ما شاء الله، بس ما شاء الله ريحة تفتح النفس، جمر الحطب هذا ما شاء الله شيء مميز. وعندهم أنواع الشاي
لهذه الإطلالة الجميلة. شوفوا جامع الراجحي والفنادق والأبراج في هذا المكان، وهذا ممشى النسيم. ولا يفوتكم هذه من مزارع الطائف، يسمونها حبش، يسمونها ذرة، جمر مولع حامي ما شاء الله، وريحة ريحة ما شاء الله تفتح النفس. بالعافية علينا وعليكم. والثالث يفتحون هذه علشان يدخل الهواء من هنا ويولعها. هذه شوفوا امام سفح الجبل، هذا جلسات، في جلسات يسوون لك كبسة دجاج، يسوون لك كبسة حاشي لحم. شوف الجلسات في هذا المكان كيف جميلة. واللي يسوي لك مشاوي، يسوي لك انواع الطبخات، سواء مشاوي، كبسات، كبسات لحم، كبسة حاشي، كبسة دجاج، انواع السمبوسة، ورق العنب، بطاطس، ذرة، كل شيء تحتاجه موجود في هذه. يعني ما شاء الله البلدية حطت لهم هذه الاماكن للكشكات والعربات الفوتراك، ما شاء الله يترزقون منها ويجيهم خير وعليهم زحمة. وتوه موسم الشتاء بدأ، وراح نشوف أعداد كبيرة في هذا المكان، ومكان جميل تستمتع فيه، تحتسي كاسة شاي مع ذرة مع هذه الأجواء الجميلة. نشوف طلبنا كيف. خلاص استوت ما شاء الله. خلاص اخذنا طلبنا ما شاء الله. شوف هذه الذرة بسم الله. يا عيال ذاتها شيء فخم، توها ساخنة. والله شيء خرافي. حاجة فخمة وملحها موزون، حبة نظيفة. ومع الشاي بالحبق. يا الله. شيء فخم. أربعين يوم عرفت نفسي وأنا أشتري ذرة، والله ما عمري حصلت زي هذه. حجم كبير وطرية ما شاء الله، واللي سواها ما شاء الله ما حرقها، موزونة، شيء فخم. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطية أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.